أبي ما يعني في ذمة الله؟ قال يعني في حفظ الله، في رعاية الله. قال بس أصلي الفجر؟ قال نعم فقط تصلي الفجر. فقال الطالب لأبيه، قال الصبي لأبيه: إذن يا أبي أيقظني معك في صلاة الفجر. قال خير إن شاء الله خير. قال يا أبي إن لم توقظني ما أذهب للمدرسة. قال طيب خير إن شاء الله. الأب ظن أن الابن حماس الصبيان ونشاط الطفولة الذي يخبره بهذا الصبي، فلم يوقظه لصلاة الفجر وأيقظه للدوام. فقال الابن لأبيه: لما لم توقظني لصلاة الفجر؟ قال: أنت صبي صغير، لما تكبر إن شاء الله. قال: والله ما أذهب للمدرسة. قال: يا بني الدراسة. قال: والله ما أذهب. أجبره فامتنع عن الذهاب للدراسة. تعجب الأب من حماس هذا الصبي، فجاء في اليوم الثاني ليس خوفا على صلاته بل خوفا على دراسته. قال: يا بني قم لصلاة الفجر. فقام لصلاة الفجر وذهب مع أبيه فصلى في جماعة. فقال لأبيه: أنا اليوم في ذمة الله. قال: إن شاء الله أنت في ذمة الله. فذهب إلى المدرسة، فجاء إلى الفصل فقال المدرس: من أتى بالواجب؟ وكان في الأمس الذي غاب فيه الطالب واجب. فقال الطالب: أنا حتى جاء بعض الطلبة ولم يأتوا بالواجب، منهم هذا الصبي. فأخذ المدرس يضربهم واحدا واحد حتى جاء دور هذا. فقال الطالب للمدرس: لن تستطيع أن تضربني. قال: ماذا تقول؟ قال: أنا أتحداك أمام الطلبة أنك لن تضربني. قال: ما الذي جرأك علي؟ فأخذ يعنف عليه: تتجرأ على مدرس وتتحداني أني أضربك؟ حالك حال الصبيان. قال: أما أنا لن تستطيع. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وأنا اليوم صليت الصبح في جماعة وأنا في ذمة الله، تريد أن تضربني؟ أنا في ذمة الله، في حفظه ورعايته. فضحك المدرس فقال له: صدقت، أنت في ذمة الله ولن أضربك في هذا اليوم.